بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو كو او اليوم غادي نشوفو تمرين رقم 4 بالنسبه للالكتروستاتيك ديستريبيسيون دي شارج لينيك كي كتساوي لنا لاندا في ال بحيث ان لاندا هي كميه الشحنه في واحد متر صافي كميه الشحنه في واحد متر كنخدمو هنايا آه على واحد ال... واحد الحبل ولا خيط عامر بالشحن يعني ماشي كنخدموا في مساحه ولا في حجم صافي يعني كنخدموا غير في واحد الحبل كيكون عنده عده اشكال بحال اليوم في الحصه ديال اليوم غادي نشوفوا التمرين رقم 4 بالنسبه للتدار تلقاوه في صندوق الوصف هذا التمرين هذا عطاونا هنا واحد سيركل واحد دائره صافي المركز ديالها او الشعاع وشوع... او والشعاع ديالها ار يعني المركز ديالها هو اصل معلم او اكس زي صافي Nous sommes allés t'imaginer qu'il soit en boucle circulaire de centre O, de rayon R, en fermement chargée chargé avec une densité ligne et glande strictement positif. Calculez le champ U créé par cette distribution de charge. Un champ qui est approché de la circulaire est Elle est le point M qui est 4000 laxes OZ. Ça fait 4000 laxes OZ. Et là, j'ai pris un 4 ou 2. حيت هنايا في الشكل كتبان لنا الدائره يعني هذا واحد البلون يعني ماشي ماشي ما عندوش ابعاد يعني الورقه واحد البلون واخا ترسم فيها ما تبانش الدائره مزيان على داك الشيء صغبت هذا يعني قطع شويه من واحد الاخر ايه باش تبان لكم البلان ديالها المهم هذه هي الدائره ديالنا هذه عامره بالشحن صافي هذه كامله عامره بالشحن وهنا كاينه لاكس او زد هذا هو لاكس او زد ما يوقفش هذا المهم هو نحاول يعني الدائره ديالنا هي هذه وهذا لاكس او زيد مالو كيدوز من المركز ديالها صافي المركز ديالها هو او يعني لاكس او زيد هو في المركز ديالها وهنا كاينه واحد البوان باش علمت لكم مثلا مثلا شي حاجه المهم واحد البوان مثلا هنا صافي اعتبر معايا واحد البوان صغيره صافي المهم واحد النقطه ام غنشوفو الشون الكتروستاتيك اللي كيطبقو هاد السيركل هذا كامل اللي هو عامر بالشحن صافي واحد ديستريبيسيون دي شارج لينيك اونيفيرمون يعني مرتب عندو واحد الترتيب يعني الشحن ماشي على واحد ترتيب يعني لاندا كونستون يعني ملي تشوف اونيفيرمون عرف لاندا كونستون يعني هنا غنشوفو الشون الكتروستاتيك اللي كيطبقو هاد السيركل هذا على البوان ام اللي كتنتمي لاكس او زد اذا هنا يمكننا نطبقو لا سيميتري بما ان لاكس او اكس او زد كين يمر من المركز ديال الدائره فهنا الا خدينا اي نقطه مثلا خدينا هذه النقطه هذه وشنا الشون إلكتروستاتيك فوستاتيك اللي كتطبقوا على البوان ان فضروري مع القاو آه. لا سيميتري ديالها انت هاي عندها لا سيميتري بالنسبه للاكس آه. آه. او زد صافي اي نقطه عندها المماثله ديالها اي نقطه عندها المماثله ديالها يعني لا دينا واحد النقطه كتطبق الشون الكتروستاتيك على البوان ام غنلقاو آه. لا سيميتري ديالها حتى هي كطبق نفس الشون الكتروستاتيك على البوان ام اذا هنا نبداو التمرين ديالنا انا عاودت رسمت الشكل هنا باش نرسم لكم التمرين باش منصور لكم التمرين يكون عندكم كما هو هنا يعني باش ما نخربقوا فيه هنا عطانا واحد السيركل عنده واحد الغيون ار صافي وهنا كاينه واحد الزاويه اللي هي الفا وهذه هي البوان ام ديالنا هادشي اللي عندنا دابا هنا خدينا واحد البوان مثلا نسميها سي كتطبق واحد الشون الكتروستاتيك على البوان ام هنا راه يمكننا نلقاو المماثله ديالها لا سيميتري ديالها بالنسبه لهاد لاكس هذا اللي هو او زد مثلا هي هادي سي بريم دابا هنا في البلون ما كيبانش مزيان ولكن كو كان 3 دي يبان لينا مزيان صافي اذا هنا هاد البوان سي سي بريم حتى هي كتطبق واحد الشون الكتروستاتيك بالنسبه للشون الكتروستاتيك اللي كتطبقوا البوان سي راه هو هذا بالنسبه للاندرا راه هي اكبر قطعه من ش... من الصفر يعني الشون الكتروستاتيك غيكون خارج من البوان ام هذا هو الشون الكتروستاتيك دي ديال او سي اللي كطبقو النقطه سي علاش على النقطه ام ولكن هضر راه مونتيغ علاش حيت النقطه سي راه هي مجرد نقطه من هذا هيد السيركل هذا كامل صافي حنا عاد نشوفو الشون الكتروستاتيك اللي كيطبقو السيركل كامل على البوان ام اذا هنا لا سيميتري ديال البوان هي حتى دي سي تايا تطبق واحد الشون الكتروستاتيك اللي هو دي ديال او سي بريم حتى هو اليمونطير صافي حيت هذه مجرد بوان بالنسبه للشون الكتروستاتيك الا بغينا يعني الانيمونطير الكتروستاتيك اليمونطير شنو نقول له هو هو الجمع ديال الشون آه اللي كتطبقو النقطه ولا سيميتري ديالها اذا دي ديال او شايساوي لنا هو دي, دي ديال او سي زائد د دي ديال او سي بريم. هنا بلا سيميتري كيبان ليا الجمع ديال هاد المتجهة مع هاد المتجهة فين كيخرج كيخرج فلاكس او زد صافي طيب؟ اذا هادي هي دي ديال او المجموع المتجه راه دوينا من قبل على لا سيميتري صافي طيب؟ المجموع المتجه ديال هاد جوج ديال المتجهات هادو ديال لي فيكتور شنو كيخرج فلاكس او زد اذا هذا هو الدي ديال او صافي طيب؟ هذا هو د دي ديال او اذا هنا حنا تهنينا من الاسقاط بالنسبه للاكس اكس علاش حيت انطلاقا من لا سيميتري لقيت ان الشون الكتروستاتيك كيمر منين راه راه موازي للاكس او زد يعني البي دي ديال تش او مالو راه موازي للجي ماشي الجي هنا ولكن كندوي على كا حيت عندنا لاكس او زد المتجه الوحديه بالنسبه للاكس او زد راه هي كا اوكي راه هي كا اذا دابا يمكن لنا نبداو الخدمه بالنسبه للدي ديال او دي ديال او دي ديال او سي قبل ما من نديرو الاسقاط على على الزد صافي يعني دي ديال او سي اش كيساوي لنا المنظم ديالو انطلاقا من الواد دو كولوم هو واحد على ربعة بي ابسيلون زيرو المسافة ما بين سي و او كاري صافي المسافة ما بين سي و ام او كاري مضروبه في اس هنايا في دي ديال تي كيو اذا هذا هو المنضم ديال دي ديال دي تي او سي هذا قبل ما ندير الاسقاط دي ديال تي او سي ايغ الى سقطتها على ايغ ممكن نقلبها بحال هكا باش تبان ليا مزيان الا درت لها الاسقاط على ايغ هنا يعني دي ديال تي او سي زيد عندي الاسقاط على لاكس او زيد هذا هو او زيد عفوا لاكس او زيد فهنا راه ليا الكوس المحادي يعني يكون الكوس ديال هاد الزاويه اللي كاينه هنا الزاويه اللي كاينه هنا هي نفس الزاويه اللي كاينه هنا اللي هي شنو اللي هي الفا اذا هنايا دي ديال او سي ايغريك غتكون هي دي ديال دي او سي مضروبه في اس كوسينوس الفا هذا هو الاسقاط ديالها بالنسبه للاكس او زد ما نسقطاش على لاكس او اكس علاش حيت ثاني تمنى بالنسبه لا سيميتري كوكوت انا ما نخدمش بلا سيميتري غندخل شلا يعني ديال الحسابات معقدين وفي الاخير غنضرب عليهم اللهم لا سيميتري من الاول كتهنيني من واحد لاكس صافي اذا هنا اجي دابا نخدمو نحسبو هاد الشون الكتروستاتيك اليمونتير دام بلاسيميتري حنا عرفنا بلي هي الشون الكتروستاتيك راه ماشي مع لاكس او زد اذا شنو قلنا قلنا بلي دي ديال او سي اي شنو هي هي دي ديال او اللي هي واحد على 4 بي اف سي لون زيرو سي او كاري مضروبه في دي كي وهنايا بالنسبه للدي كي عندي واحد ديستريبيسيون لينيك يعني ان دي كي نتمنى يكون كيبان هادشي شوف دي ديال كي ولا في دي ال اذا بالنسبه لهنا بالنسبه للدي ديال او سي زيد خصني نسميها زيد هنايا آه كيلاكس زد كيلاكس اي كيما حطوا لك على الاسقاط اذا هنايا بالنسبه للدي ديال دي ديال دي اه او شحال تكون الدي دي ديال او هي الدي ديال او سي اي مضروبه في اش في جي صافي مضروبه في جي اذا الدي دي ديال او شحال تكون هي الدي دي ديال او سي اي مضروبه في اش بزاف كا في كا عفوا المتجه الوحيد هي ديال لاكس او زد اللي هي كا ودابا يمكن لي آه نمشي بعدا آه نحط هذا الشيء هذا باش نشوف واش شحال عندي من متغير دي ديال دي او سي ايغريك شنو هي هي دي ديال او سيف في الفا اذا هنايا دي ديال او سيف كوسينس الفا اذا هنايا دي ديال او سيف كوسينس الفا بالنسبه لدي ديال او سي واحد وهي هي دي دو كيو على 4 بي ابسيلون زيرو المسافه سي ام او كاري هنا نضربو اش كوسينوس الفا يعني درنا الاسقاط على او زد خرجنا على الكوسينوس صافي كوسينوس الفا وهنا نضربو في المتجه الوحيدية اللي هي ك اذا دابا هنا خصني نشوف المتغيرات اللي عندي بالنسبه لهنا المسافه سي ام واش كتبدل لا ما يمكنش تبدل المسافه سي ام علاش حيت الا جبت لك واحد البيكار هنا وقلت لك على رسم دائره تخيل معايا جبت بيكار وقلت لك على دائره المسافه السي ام هنايا شنو هي المسافه السي ام بالنسبه للبيكار هذا هو الاصل ديال المعلم ياك يعني مركز الدائره اللي هو هذا السي ام راه هي هذه المسافه هذه اللي فيها دابا قلم الرصاص تخيل معايا بدلت هذه هاد المسافه هذه لعبت فيها تبدل الدائره ما تبقاش نفس الدائره اذا هذه المسافه السي ام مالها راه كتبقى كما هي هذه السي ام راه كونستون صافي من بعد يمكن لي نجبدها بالنسبه لفيتاغورس نجبدها بدلاله هذا الشعاع اللي هو ار وبدلاله هذه المسافه هذه اللي هي زد اللي ما بين او ام صافي بدلاله المسافه او ام و ار من بعد نجبدها بفيتاغورس ماشي مشكل المهم هذه المسافه سي ام راه ما كتبدلش حيت قلنا الا بدلناها يعني هي تبدلات طوالت شنو كيوقع كتبدل الدائره ما كتبقاش نفس الدائره ولا تبدلت الدائره هذا غلط ما يمكنش بالنسبه للالفا واش كتبدل تخيل معايا بدلت هذا تخيل معايا نفس البيكار اللي رسم به الدائره الفا هي اللي كاينه هنا إذا بدلت الفا كبرتها اش كيتوقع الدائره كتكبر ولا صغرتها الدائره كتصغر اذا هنا شنو اذا هاد الفا راه كتاثر اذا الفا ما خصهاش تبدل بغيت تبقى نفس الدائره اذا بالنسبه للسي ام كونستون وبالنسبه للالفا كونستون شنو هو اللي ماشي كونستون شوفوا هاد دي دو كي دي دو كي مازال ما خدمناش عليها خصنا نحطوها بالنسبه لدي دو كي شنو هي هي لاندا دي ال دي ديال او شون الكتروستاتيك اللي منطق اللي كيطبقوا السيركل على البوان ان شنو هو, هو دي دو كو هو لاندا دي ال لاندا را يعني لاندا را كونستون هنا في كوسينوس الفا هنا في المتجه الوحيد اللي يعني هي كا وهنا 4 بي ابسيلون زيرو مسافه سي ان او كار بالنسبه للدي ال دي ال هي اللي متغيره هنا ولكن دي ال واش انا عارف يعني دي ال في كاس فاري دي ال مسافه دي ال واش يمكن لي نعرف انا يعني في كاس فاري يمكن نعرف ولكن بواحد الطريقه انني غنخدم يعني بالقوس صافي نخدم بالقوس يعني عندي دي ال بدل متغير واحد اذا هنايا 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 هنا نشوف هذه هذه هي الدي ال هي اللي كاينه في هذا السي صافي الدي ال هي اللي كاينه في الطريف في النقطه تقريبا النقطه ولكن الا زومينا الا زومينا كبرنا كبرنا ديك النقطه سي النقطه سي صراحه ما تكونش نقطه تكون بحال هكا هذيك اللي حنا دايرين لابوان كاس سي راه هي هذه هذه المسافه هذه شنو هي هذه المسافه راه هي دي اي اه. صافي وهنا راه كاين قاس اصل المعلم اللي هو او اه. صافي هذا هو اصل المعلم اللي هو او اه. ما بين سي و ام يعني ما بين هذا القوس هذا القوس كينتمي للدائره يعني اي نقطه ديت هنايا راه المسافه ما بينها وما بين او شحال هي هي ار شعاع حتى هنا ار بالنسبه للزاويه اللي كيدور بها هنا كاين واحد الزاويه الزاويه اللي كتبقى تلعب هنا صافي اللي كتدور اللي كتفاري من زيرو حتى لدوبي الزاويه طيطا كاين واحد الزاويه كتبقى تدور هنا من داخل صافي داك الزاويه دينا من حنا عي جزء الا لاحظتي هنا بحال واحد الخط صافي يعني ديك الزاويه صغيره بزاف الا كانت الزاويه اللي كدور هنايا هي طيطا ما يبان اسمحوا لي هذه اللي كدور هنا هي طيطا فاحنا دينا غير جزء منا لاحظت معايا راه غير خيط هذا يعني عد ديال تيطا اي واحد الجزء صغير من تيطا هي اللي كاينه هنا الزاويه اللي كاينه هنا هي دي ديال تيطا وهنا راه عندي واحد العلاقه انا الا بغيت نجبد الدي ال شنو هو الدي ال طول ديال هذا الحبل فايت من قبل يعني في الباكو قبل شنو هو طول الحبل الدي ال حنا كنا قريناها ب ماشي ب ال يعني قريناها بكبيرين ال اش كيساوي لنا هو الشعاع في الزاويه يعني هو ار في الدي ديال تيطا انا دي ال ما كنتش كنعرفها في كاتفاري ولكن انت تعرف كنعرفها كاتفاري في من المجال زيرو دو بي حيت عندي دائره كدرب دوره كامله صافي اذا هنا بلاص ما نكتب دي ال شحال نكتب عم نكتب ار دي ديال تيتا اذا بالنسبه للشون الكتروستاتيك الى مونتير اللي كتطبقوا سيركل على النقطه ام اش غيولي كيساوي ليا لاندا على 4 بي داكشي اللي كونستون نرجعوا لنا 4 بي ابسيلون زيرو سي ام او كاري هنا كوسينوس الفا حيت الفا كونستون اذا تا كوسينوس الفا يكون كونستون بالنسبه للدي ال باش نعوضو ب دي ديال تيتا حتى ار ندخلها هنايا وبالنسبه للدي ديال تيتا هي اللي نديرها هنا نخليها بوحدة علاش حيت الدي ديال تيتا راه كتفاري يعني هي اللي عوق عليها الانتقال هادو كاملين غيخرجوا من الانتقال هنا مضروبه في المنتجه الوحيديه اللي هي ك صافي مزيان هادشي راه مازال كيصور مضروبه في المنتجه الوحيديه اللي هي ك عفوا عيب شي بان لكم مزيان صافي اذا في المتجه الواحد اللي هي هيكا اذا دابا هذا هو الشون الكتروستاتيك الى مونطير يمكن لي نزيد نخدم عليه كي عندي نخدم عليه يعني نبدل هذا نحيد هذا هذا السي ام صافي ما بغيتش نخلي انا السي ام وحتى بالنسبه للطيطا حتى بالنسبه ل ل شنو سميتو هاد, آ... هاد الفا هاد كوسينوس الفا يمكن لي سي ولكن انا خدمت تما الواتر هنا يعني نخدم السي ام لا بغيت تخدم ببطيطه ب الفا الحيد الفا نحيد كوسينس الفا كوسينس الفا اش كتساوي ليا هي المحادي ها المحادي اللي هي المسافه اش او ام على اش على الواتر الوتر الواتر هو المسافه سي ام اذا بالنسبه لكوسينس الفا كوسينس الفا نجيبوه من الشكل انطلاقا من الشكل الكوسينس ديال الفا شنو هو راه المحادي على الواتر شنو هو المحادي وهذا هو سي او والمسافه سي او هو المسافه ام او هاي ما بين او ام وشنو هو الواتر هو المسافة سي ام صافي إذا شنو هي قوس ألفا راه كتساوي ليا أو ام المسافة أو ام مقسوم على إيش على الوتر اللي هو سي إن هذا بالنسبة لكوسينس ألفا حنا خرجناه بدلاله أو إن هو سي إن المسافة أو ام راه نسميها زد إلا بغيت نسميها صافي هي زد هي واحد الأنسوب هنا على سي إن إذا دابا يمكن لي نبدل هاد كوسينس ألفا كتعطي كوسينس الفا يمكن ليا نمشي نبدلها باش بالزيد على سي ال وتا ديك سي ام انا غنمشي نجبدها باش بفيتاغورس غير باش نحيد هاد ال... باش ما يبقاوش عندي بزاف ديال 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 الفا و... والمسافات يعني نخلي عي شويه ديال داك ال... ما نخليش كلشي هكا يعني ندير شي بداله لهادشي ده اذا هنايا لاندا بالنسبه لكوسينوس الفا شنو كوسينوس الفا هي الزيد على سي ام هنا زد على السي ام وكاينه لتحت السي ام او كار السي ام او في السي ام شحال هي السي ام اس ثلاثه اذا هنا لاندا على اربعه بي ابسيلون زيرو الفوق عندي الزد السي ام او كار في السي ام هي السي ام اس ثلاثه السي ام اس ثلاثه وهنا في ار الفوق ومضروبه في اس في الدي ديال تيتا في ك دابا اجي نخدموا فيثاغورس باش نجبدوا السي ام السي ام فين هي السي ام هي هاد هي الوتر بالنسبه لهذا المثلث ياك عندنا كاينه زاويه قائمه راه يمكن لها تبان لك هنا هذا هو المركز ياك المركز ديال الدائره هنا راه كاينه واحد الزاويه قائمه لاحظتي هذه هي المسافه سي ام هانت هذه هي المسافه سي بالنسبة نتمنى تكون كت واضحه المهم انا عيب باش نوضح لك بحال هكا هذه هي المسافه سي ام هذه هي وهنا راه كاينه زاويه قائمه صافي اذا هذا هو المقابل صافي هذا هو المقابل وهذا هو اللي فيه الزاويه قائمه اذا بالنسبه لفيتاغورس شنو كيقول لنا فيتاغورس فيتاغورس بالنسبه لهذا الشكل هذا راه كيقول لنا باللي هذا الوتر او كاري يعني سي ام او كاري المقابل للزاويه القائمه شنو هو سي ام يعني هو الوتر سي ام او كاري حسب فيتاغورس كيساوي لنا هو المحادي او كاري صافي المحادي بالنسبه للزاويه راه هو شنو هو هو ام او يعني اللي سميناه زيد او كاري زائد اش زائد ار اوكاري هذا مقابل الزاويه اللي هو ار اوكاري الشعاع أوكاري اذا سي ام اوكاري خرجناه ولكن حنا ما خصناش سي ام اوكاري خصنا سي ام اس 3 اذا خصني نلقى سي ام ونضربها في سي ام اوكاري بالنسبه لسي ام هنا شنو هي هي الجذر ديال هذا الشيء ديال زد اوكاري زائد ار اوكاري الا بغينا سي ام اس 3 نضرب هادو بجوج بعضياتهم سي ام اس 3 اش كتساوي هي زد اوكاري زائد ار اوكاري فايش في جدر. شنو هو الجذر هو واحد على جوج زد او كاري زائد ار او كاري اس واحد على جوج اس واحد اس واحد على جوج كنديرو الجمع واحد على جوج زائد واحد شحال هي على جوج زائد واحد هي ثلاثة على صافي توحيد المقامات هي على اذا سي ام اس ثلاثة شنو هي رهي زائد ار او ثلاثة على صافي بطريقه اخرى شنو هي ام ثلاثة ديالت زياد زياد يعني ديالت ديالت ديال اش ديال زد او كاري زائد ار او كاري يعني النونيه هذا اس 3 داخل صافي اذا حنا لقينا سي ان اس 3 شحال كيساوي لقينا بدلاله زد و ار صافي بدلاله زد و ار اذا بالنسبه للدي ديال او حيت بعض المرات الفا انت كتكتب له ما كيخدملكش بها هو ما كيعطيكش الفا هو كيعطيك ار كيعطيك المسافه زد وكيقولك لك خرج لي عيب دلاله ان والمسافه زد ما خصني حتى شي متغير اخر اذا هنا الدي ديال او شون الكتروستاتيك اليمونتير شنو كيساوي لينا هو لاندا في زد في ار هنا ديال في دي دي حنا نمشيو نديرو وهنا لتحت شنو ولات لي 4 بي ابسيلون زيرو المسافه سي ام اس هي ندير اما الجذر ولا ندير هنا اس على جوج ندير اس على جوج زد او كاري زائد اس على جوج وصلت على جوج هذا هو الشون الكتروستاتيك الي مونطيغ اللي كطبقو النقطه اللي كيطبقو السيركل يعني هذا واحد الجزء منه على ياش على البوان ام حنا نمشيوا لهذا الشون الكتروستاتيك الي مونطيغ فيه متغير واحد اللي هو طيطه غنمشيو نحسبو له شنو الانتيغرال من عاد نحسبو الانتيغرال شنو غيوقع من عاد نحسبو الانتيغرال حيدو هذا الورق من عاد نحسبو الانتيغرال عاد نلقاو الشون الكتروستاتيك اللي كيطبقو السيركل كامل على النقطه ام صافي دانا جي دابا يا نرجعوا للور ونكملوا بالنسبه للتي ديال او شنو كنخرج لينا تي ديال تي شو ايل كتبوستات بلا مونتا نعاودوا يعني نكتبوا شنو خدمو به كان هو لاندا زد ار على ياش على 4 بي ابسينون زيرو هنا زد او كاري زائد ار او كاري اس 3 على 2 نرجعوا نشوفوا تي تيتا كا جات اوكارات صافي يعني هو هذا دابا الا بغيت شون الكتروستاتيك كلش غيكون يعني او غيكون هو لانتيغرال سامبل ديال دي دو حيت حنا مازالين فاش مازالين في في الدونسيتي لينيك صافي مي نشوفو نمشيو للسرفاس غيكون لانتيغرال دو او في الفوليميك غيكون لانتيغرال تريك صافي اذا هنايا او شنو كتساوي لنا لانتيغرال ديال دي دو دي 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 دي. يعني لانتيغرال ديال هادي حنا كنعرفو لي كونستون هنايا كتبقى غير إيه؟ دي تيتا دار لي كونستون شنو هما يخرجوا اللي هما لاندا زد ار على هنايا 4 بي ابسيلون زيرو هنا زد او كاري زائد ار او كاري اس 3 على 2 وهنايا عندنا ك ك لانتيغرال ديالها شي ديال ديتا و تيتا كي فاري من كي فاري من زيرو حتى لدو بي حتى تيتا راه كتفاري هنايا راه دائره كتفاري من زيرو حتى لدو بي كتبدا من هنا كتوصل لهنا كضرب دور كترجع لهنا اذا الطيطره كتفاري من زيرو حتى لدو بي اذا لانتيغرال ديال دي تو راه ساهل اذا هنايا الشون الكتروستاتيك شنو هو لاندا زد ار المتجه هكا بوحدي هكا على 4 بي ابسيلون زيرو هنا زد او كاري زائد ار او كاري اس 3 على 2 هنا مضروبه في اش شنو تيتار هو الانتيغرال ديال دي تو طيطا هو طيطا تلاتة كتفاريا من زيرو حتى دوبي يعني نعوض دوبي ناقص زيرو صافي دوبي ناقص زيرو هي دوبي إذا هنا غتخرج دوبي الشون إلكتروستاتيك اللي كيطبقو السيركل على نقطة إم آه. شنو هو هو دوبي تخرج لتحت شنو عندي ربعة بي عنفرقها تولي جوج في دوبي إبسيلون زيرو باش ندير الإختزال هنايا عامل زد أو كاري زائد إر أو كاري أوس على جوج هنا فاش في لاندا زد ار صافي وهنا المتجه هكا وحيد هي هنا دو بي مع دو بي تمشي وبالنسبه للشون الكتروستاتيك شايولي لينا لاندا زد ار زد هي المسافه او ام ما بين اصل المعلم والنقطه ام وهنايا لتحت تبقى لي جوج ابسيلون زيرو هنا زد او كاري زائد ار او كاري اس على 2 صافي هنا المتجهه الوحيد هي ك صافي بعد المرات بعد المرات عيب باش نحيدوا الاشكال بعد المرات ما كيقول لك خصني بدلاله لاندا كيقول لك خصني بدلاله كي صافي بعد المرات كيقول لك خصني بدلاله كي ماشي بلاندا كيقولك كيقول لك سيغابياسيون الكتروستاتيك بدلاله كي ماشي بلاندا عاد تجي انت تقول له شنو عاد تقول كتعرف كتعرف دي دو كي شنو كتساوي لنا دي دو كي هي إيه لاندا فاش دي ال والدي ال خرجناها شنو لقينا الدي ال هذه انطلاقا من هنا شنو لقينا دي ال هي ار دي دو تيتا اذا هي لاندا في ار دي دو تيتا الا بغينا حنايا كي كي شنو هي بغينا كي كي هي الكليه اللي كتبقى السيرك الكامل يعني ماشي دي دو كي داك الشحنه الكليه شنو هي لانتيغرال ديال دي دو كي شنو هي كي هي لانتيغرال ديال دي دو كي يعني لاندا و ار كونستون يخرجوا غيبقى لي لانتيغرال ديال اش ديال دي دو تيتا كتفاري من زيرو حتى لدو بي صافي يعني بالنسبه لك شنو غتولي كتساوي لي هي لاندا ار وهنايا لانتيغرال ديال دي تو هو تيتا كي فاري من زيرو حتى دو بي يعني كي شنو كيساوي لينا هو لاندا ار وبالنسبه لتيتا كتفاري من زيرو حتى دو بي الا دو بي ناقص زيرو راه هي دو بي يعني كي شنو هي راه هي أه هي دو بي لاندا ار صافي حنا شنو عندنا هنا عندنا هاد لاندا ار شوف معايا لاندا ار ها هي لاندا إير ها لاندا ها ار يعني يمكن لي نمشي نعوض لاندا ار باش بكي على دوبي يعني لاندا ار نحيد دوبي يعني نقسم عليها تولي لي كي على دوبي صافي هنا تهنيت من لاندا و ار بالنسبه للفوق لاندا المهم حيدت لاندا و غنكتب دلاله كي اذا هاد لاندا ار اللي هنا باش غنبدلها بكي على دوبي يعني الشون الكتروستاتيك لي كيطبقو السيركل كامل على البوان ام شغيولي او اه غيولي لي لاندا شنو هي هي كي على دوبي 2 بي هذا جوج اللي لتحت يعني بي لتحت جوج في دوب بي هي 4 بي إبسيلون 0 زد او زائد ار او اس 3 على جوج هنا في المتجه الوحيدية اللي هي ك ولاندا في ار شنو هي لاندا في ار هي كي على دو بي دوب بي ضربناها لتحت ولات جوج في دوب بي هي 4 بي وبالنسبه ل بقى لنا الفوق كي في اش في حيت لاندا في ار هي اللي بتلنا يعني بقات لنا الفوق الزيد. زاد هي المسافة أو إم صافي ما بين أصل المعلم و إم صافي هي هاد المسافة هادي إذن هذا هو الشون إلكتروستاتيك اللي كطبقو اللي كيطبقو هاد السيركل كامل على البوان إم مزالينا في الحصص المقبلة تمارين على الدومي سيركل وعلى الأرك سيركل عي واحد الجزء من واحد الدائرة ومنتصف دائرة هادشي كامل غادي نشوفو إن شاء الله الحصص المقبله مازالنا يعني تمارين في الدونسيتي لينيكس نسالي وعاد ندوزو هي آه صراحة إلا شتو شنو وقع ليا مشاكل والله إلا مشاكل شوف زكو ليا الورق عاد خصني يمكن نعاود نكتب هادشي هذا كامل دابا المهم ماشي مشكل غادي نحاول نعاود باش باش نحطو ليكم يكون داكشي باين مزيان إذا نشوفكم في حصة مقبلة مع تمارين آخر في الشون إلكتروستاتيك وفي الإلكتروستاتيك عامة